مرحبا بكم في اخر نشراتنا الرياضيه لليوم. نشره باش نحكيو فيها على تالق لاعب السي اس اس مع منتخب بلاد وعن مده غياب محمد امين من عبر، عن ديون نادي رضي الصفاقسي وعن فسخ عقد بن خليفه مع الترجي. ولكن البدايه طبعا باخر اخبار منتخبنا الوطني اللي يواجه غدوه في باماكو المنتخب المالي ضمن تصفيات كاس العالم. عمل اليوم منتخبنا الوطني آخر حصة تدريبية قبل مواجهة المنتخب المالي غدوة 6 متاع العشية في ملعب 26 مارس في مدينة باماكو ضمن الدور الفاصل من تصفيات مونديال قطر 2022. الحصة التدريبية هذه كان حاضر فيها مبعوث موزايك إلى باماكو زميلنا عبد السلام ضيف الله اللي كان حاضر كما قلنا وباش يعطينا أكثر تفاصيل. عبد السلام مرحبا بك. مرحبا بك أحمد، مرحبا بالسادة المستمعين الكل. بالفعل اليوم المنتخب الوطني التونسي كمل تحضيراته للمباراة المهمة والهامة جدا غدوة أمام نظيره المالي 6 العشية بتوقيت تونس، 5 بتوقيت باماكو توقيت مالي. المنتخب الوطني التونسي مكتملا الصفوف حتى بلال العيفة اللي كان قبل بداية الحصة ربما نحسينا وشفنا بالمشاهدة أنه ربما فما شوي أوجاع، ربما عنده شوي أوجاع في الفخذ نتاعه، ولكن والحمد لله شارك في الحصة التدريبية ويبدو أنه لا وجود لأي أضرار قد تؤثر على ظهوره في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تشكيلة أساسية أحمد مازال ما فماش قرار نهائي، ولكن حسب الملامح الأولية حسب المعطيات المتوفرة عندنا أنه ما فماش تغييرات كبيرة مقارنة بالكان، لأنه باش نلقاو بشير بن سعيد في المرمى ثابت حارس المنتخب الأول، نلقاو على اليمين محمد دراجر والصاعد والمتألق بشكل كبير مع فريق سويسي لوزان، أيضا نلقاو علي معلول أفضل مدافع عايشر في القارة الإفريقية، والثنائي الذهبي الاكتشاف الصار لكرة قدم تونسية بلال عيفة ومنصر طالبي في وسط الميدان. هوني الحكاية وهوني التساؤلات، يعني بأي عدد من اللاعبين باش نلعبوا في وسط الميدان؟ مبدئيا باش يكونوا ثلاثة اللي هما فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، وغيلان وعيسى العيدوني، وقدامهم باش نلقاو يوسف المساكني على اليسار في الكولوار، وعلى اليمين نلقاو نعيم السيتي، ورأس حربة باش يكون طه ياسين الخنيقي العائد للمنتخب. نقول هذه راهي معطيات لأنه تنجم يزيد جلال القادري لاعب رابع على مستوى وسط الميدان، ونلعب بزوز فقط يعني 4-4-2، ونلعب بزوز فقط في خط الهجوم. مازال الحق يعني ما خداش القرار النهائي جلال القادري ومعاونيه علي بوميجر وسيب العاشور، ولكن تقريبا هذه الملامح نجم نحكيو على 90% من التشكيله تنجم تكون في الاتجاه هذا يا احمد. ويعني هو هكا اذا كان باش يولي يلعب يا اما 4-3-3 كما قلت انت، ولا كما قلت زاد ثم شك انه يزيد لاعب في وسط الميدان اللي نجم يكون يا اما محمد علي بن رمضان او الياس الصخيري، ويخلي المساكني وسليتي يبداو، ويخلي طه ياسين الخنيسي على بنك البدلاء. هذا هو الاقرب، يعني يمكن يا الصخيري يا محمد علي بن رمضان اذا كان باش يلعب 4-4-2 عبده. بالفعل هما هذيك هي العناصر اللي موجوده، هذيك هو المتوفر، خاصه انه انت تحكي على الياس الصخيري. الياس اليوم شارك لاول مره مع المنتخب الوطني التونسي، اموره 5-5 لاباس، ونعرفوا الياس الصخيري وقت يكون اون فورم ملاعب متكامل مكتمل للصفوف يعطي بلا حد ولا نقاش، يعني ملاعب جونيور برشا يعمل في مجهودات كبيره في تشكيل المنتخب الوطني التونسي. الياس الصخيري جاهزيته مع المنتخب وجاهزيته للمباراه يحكي عليها المدرب جلال القادري. بالنسبه للياس الصخيري الحمد لله تقريبا كل الفحوصات الطبيه اللي ايران اثبتت اللي اللاعب هذا تعافى من الاصابه نتاعو، بقينا ثم بي تيست اللي لازم يكون به على الميدان. هذه اول حصه باش يكون معنا الياس الصخيري اليوم مع الاطار الطبي تاعنا مع ستاف ميديكال باش ناخذوا ديسيزيون فينال اسكو الياس الصخيري باش يكون ديسبونيبل ولا بعد حصه تدريبيه. ان شاء الله غدوه نعرفوا اكثر تفاصيل، ان شاء الله غدوه صبح تكون عنا، ولا غدوه قبل المباراه حتى بساعه ولا اثنين اكيد باش تكون عنا التشكيله الكامله. الاجواء عبدو في باماكو كيفاش؟ الجماهير قاعده تحضر للمباراه، الطقس زاد، الناس الكل تسال على الطقس عبدو. طقس سخانة الحق احمد، 35 درجه سخانة كبيره، يعني في الصيف في غرغور الصيف في غرغور القائل قلت غرغور الصيف، وهما في فصل الصيف هوني في مالي. الرطوبه الحق ماهيش عاليه، ولكن الصخوبه فما سخانه وفما وهج، ولكن وقت المقابله تقريبا تتحسن شويه. اليوم مثلا في نفس توقيت المقابله درب المنتخب في الميدان الرئيسي حسينا شويه الطف شويه الطقس، ان شاء الله الطف، ان شاء الله ما احنا ماناش نلوجوا على اعضاء لاعبينا، يلزم يكونوا محاربين وجنود في المقابله هذه
من أجل إنجاز رياضي، إذا كان حتو على إنجاز رياضي لنصر قفاش. بالنسبة للجانب الجماهيري عاينت أنا إقبال كبير على اقتناء تذاكر، ولو أنه ننتظر أنه إيش الملعب باش يكون مليان وإلا لا. المنتخب المالي ذكر التصفيات الكل نتاع الكان والمونديال ما لعبش في باماكو بسبب الأوضاع الأمنية اللي كانت في البلاد، وكان يلعب في المغرب، بالتالي هذه تكون غدوة أول مباراة ليه في ملعب 26 مارس هوني في باماكو. خليك معايا عبدو، لأن كنت عطيت التشكيلة المحتملة على حسب معايين انت في الحصة التدريبية مع عبدو. خلي نقول لك اللي لهنا جماهير المنتخب في موزايك اللي تبع فينا على موزايك كانت اختارت هي زادة التشكيلة متاعها عبر ديستوري عملناها على موزايك مدة 24 ساعة. اختاروا عبدو بشير بن سعيد، محمد الدراجر، منتصر الطالبي، بلال عيفة، علي معلول، نفس التشكيلة اللي كنت عطيتها انت في الدفاع وفي حراسة المرمى، معهم الياس الصخيري، غيلاني شعليلي، محمد علي بن رمضان، يوسف المساكني، حنا بعل المجبري، وسيف الدين الجزيري. هذه التشكيلة اللي اختاروها جماهير المنتخب اللي تابعون على موزايك، تقريبا ثم 30 ألف تصويت، وهذه التشكيلة اللي كان عطاها عبدو. إن شاء الله غدوة يكون يوم الربح إن شاء الله، مهما كانت الأسماء أحمد ومهما كانت الاختيارات، لأنهم يعني كلهم من حقهم يكونوا جنود من أجل فرحة تونسية، من أجل نتيجة إيجابية. فانتظار الحاسم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم 29 مارس على ملعب حمادي العقر بسيرات. شكرا ليك عبدو. شكرا. نرجع لتونس. متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي محمد أمين بن عمر، واللي كان تعرض لإصابة في مباراة الإتوال ضد شباب بلوزداد في الجولة الخامسة من رابطة الأبطال الإفريقية، باش يغيب لفترة تتراوح ما بين 10 و 15 يوم، من بعدها يرجع يترانا مع بقية المجموعة بصفة عادية. أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم في بلاغ على صفحته الرسمية عن فسخ عقد المهاجم نسيم بن خليفة 3 أشهر قبل نهاية العقد، معناه هو يوفى في جوان 2022، احنا في مارس 2022 فسخ العقد نتاعو، علما وكان نسيم بن خليفة كان قريب برشا من مغادرة الفريق ومغادرة البارك بي في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه ما توصلش لاتفاق بفسخ العقد، وهو محصل اليوم بعد ما اتفق الأطراف جميعا وحصل لإنهاء العلاقة بالتراضي مقابل حصول اللاعب على مبلغ مالي. عقدت اليوم الهيئة التسييرية لنادي الرياضي صفاقسي جلسة تم خلالها مناقشة عدة ملفات تخص الفريق، وخاصة أهمها طبعا هي الوضعية المالية لنادي الرياضي صفاقسي. مسؤول من نادي الرياضي صفاقسي كان أكد لمراسل موزايك أن قيمة العقوبات المالية اللي لازم يقوم بدفعها السياسيس حاليا هي 4 مليارات، وبش توصل في شهر جوان 7 مليارات، وهو ما يعني أن نادي الرياضي صفاقسي ممنوع من الانتداب حتى يدفع قيمة الخطايا. حاجة أخرى مهمة زادة بخلاف 7 مليارات هذوما، النادي الرياضي صفاقسي يزم يعطي للجامعة زادة ثم مسال للجامعة 1.5 مليار. خارج تونس، المنتخب العراقي انتصر اليوم على منتخب الإمارات بنتيجة 0-1. علاش نحكيه في الحكاية هذه؟ لأنه هدف العراق كان سجله لاعب النادي الرياضي صفاقسي الحسين علي في الدقيقة 53، وهكا العراق يقترب برشا من الإمارات في ترتيب المجموعة هذه. خلينا نفسروا شوية، العراق هي في المركز الرابع عنده 8 نقاط، الإمارات في المركز الثالث 9 نقاط، صاحب المركز الثالث يتأهل باش يقابل صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية اللي هو أستراليا، وبعد أستراليا مع صاحب المركز الثالث اللي باش يكون يا أما العراق يا أما الإمارات باش يلعب البراج الآخر مع واحد من منتخبات اللي في أمريكا الجنوبية، سواء البيرو وإلا مبدئيا سواء بيرو وإلا شيلي، كولومبيا صعيبة شوية. فالجولة الجاية منتخب الإمارات باش يلعب منتخب العراق صعب باش يلعب مع سوريا، والإمارات باش تلعب مع المتصدر واللي تأهل بدوره عن المجموعة هذه مع منتخب إيران هو كوريا الجنوبية. وبعد الجولة الجاية كما قلنا نتعرفوا شكون باش يكون صاحب المركز الثالث وشكون باش يلعب مع أستراليا. ديما مع تصفيات كأس العالم في القارة الآسيوية، السعودية واليابان ضمنوا اليوم ترشحهم إلى كأس العالم قبل جولة من نهاية التصفيات. كما حكينا شوية على العراق، خلينا نحكي حكاية باهية على السعودية زاد. السعودية ترشحت 6 مرات إلى كأس العالم، 94، 98، 2002، 2006 و2018 و2022. تونس ترشحت 78، 98 مع السعودية، 2002 مع السعودية، 2006 مع السعودية، 2018 مع السعودية، وإن شاء الله 2022 مع المنتخب السعودي، علما وكونه ما بيناتهم الزوز 2010 و2014 لا تونس ترشحت ولا السعودية ترشحت. نختم بنتائج المباريات المقامة حاليا في الدور الفاصل في المنطقة في القارة الأوروبية. بلاد الغال ويز متقدمة بعد 71 دقيقة ضد منتخب النمسا بهدف لصفر. السويد متعادلة مع لغوبليك تشيك مع جمهورية تشيك دون أهداف بعد 72 دقيقة. البرتغال متقدمة بعد 72 دقيقة أمام تركيا بهدفين لهدف، و
المفاجأة إلى حد الآن بعد 71 دقيقة إيطاليا متعادلة مع مقدونيا الشمالية بدون أهداف. طبعا هنا إيطاليا ومقدونيا الشمالية الرابح ما بيناتهم باش يواجه الرابح ما بين البرتغال وتركيا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا موزايك FM والنت. نخليكم توا مع إسماعيل وبقية الفريق في بنت الفهم.